فنعود إلى قول الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والمقصود عندنا اليوم الحديث عن بصيرة من أهم بصائر القرآن، وهي هذه المفاصلة الفاصلة بين أهل الجنة وأهل الجحيم، نعوذ بالله من هذه. والشيء الذي يضر المسلمين ويغر الغافلين هو عدم الانتباه إلى هذه الحقيقة العظيمة التي هي حقائق من أعظم حقائق القرآن على الإطلاق بعد الإيمان بالله. وقد بينت ذلك وذكرته في الحصة السابقة، حيث قارن الحق الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر في غير ما مناسبة وفي غير ما سياق. وفي الحديث مثل ذلك: من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فالآخرة أو معرفة الآخرة علم من العلوم، كما ورد في الحديث في وصف الإنسان الجاهلي الذي يطغى بذنوبه الجعذري الجواز كما سبق بيانه من قبل، أنه عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. ويفيد بدلالة المقابلة والمخالفة أن المؤمن الصالح يكون عالما بالآخرة أكثر من علمه بالدنيا. فالعلم بالآخرة معرفة ربانية يجب أن نتعلمها، وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يسعى لاكتسابها. وحينما يجهل الإنسان هذه الحقيقة يفقد أول ما يفقد التقوى، لأن التقوى لا تتحقق في قلب العبد إلا بعلم الآخرة. وهذا من الأسئلة الإشكالية الواردة بكثرة بين الناس، شحال واحد يسول كيفاش ندير نحقق التقوى في قلبي، كيف أحصل الخشوع في صلاتي مثلا. هذا لا يقع بقلب العبد إلا إذا اكتسب علم الآخرة، وعلم الآخرة علم يكتسب. فإذا حقق العبد بهذا العلم التقوى أمكنه بعد ذلك أن يزيد فيحقق الورع، وخير دينكم الورع، كما في الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الحق يقول: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته. وسبق القول أن معنى الإحاطة في الأصل تستعمل في الدلالة العسكرية، إحاطة أحاطت به الجند، إلا أن يحاط بكم أي أن تعتقلكم جماعة عسكرية أو عصابة أو شيء من هذا القبيل وتحاصركم حصارا عسكريا، إلا أن يحاط بكم وأحيط بثمره، أي أن الله أرسل عليه جيشه من السماء فأحرقه. فالخطايا والذنوب تحيط بالعبد تعتقل قلبه. وبين الحق جل وعلا أن الإنسان بجهله وعماه، بجهله وعماه بالعمى اللي كيصيبه يكتسب الخطيئة. بلى من كسب سيئة، فإذا كسبتها أحاطت بك، كيف تكسبها وأنت تعلم أنها جمر، أنها جحيم لجهلك بها؟ أن الدري الصغير ملي تحط له جمرة يمشي ليها يهزها، بريقها يغريه، يشوف ديك الجمرة كتبرق يسحب له لعبة يمشي يجري يهزها. فجهله بالجمرة جعله يغفل عن حقيقة الألم الذي تنطوي عليه فيحرق نفسه بنفسه، ولذلك هو يكسبها. بلى من كسب سيئة. ومن هنا العبد الذي وقع بقلبه هذا العلم، علم الآخرة، يعرف أن عليه أن يعامل ربه بالورع لا أن يحاسبه. هذا الجهل الكبير الذي بين الناس اليوم أو بين كثير من الناس بالأحرى، كيتحاسبوا مع رب العالمين، هما كيحاسبوا الله الآن، هذه من المصائب الكبرى في الدين. ولو يحاسبهم الرب جل وعلا لعذبهم، نعوذ بالله من الحساب، لأنه ثبت في حديث عائشة الصحيح: من نوقش الحساب عذب، نعوذ بالله من العذاب. يعني أن الله جل وعلا لو يحاسب عبدا من عباده ولو كان نبيا لعذبه. لأنش معنت الحساب؟ يعني أرى الحساب، كما أنت في التجارة مثلا تعطي الواحد راس المال وتعطيه الحانوت أو تعطيه الشركة أو تعطيه الإدارة ديالها، وفي آخر السنة تقول له أرى الحساب. فلو شئت إذن أن تغرقه لا أغرقته ولا جعلته من الخاسرين، لكن هو في الحساب ديال الدنيا ممكن يربح معك، لأن المحاسب هنا لا يكون إلا بشرا. أما حساب الله فشأن آخر، لأن الله أعطاك الخلقة وأعطاك العمر وأعطاك الدين، فوفي الحساب إذن. أعطاك الخلقة ديالك، صورك وعدلك براءك سبحانه وتعالى بما لا يمكن أبدا أن يجازى، ما يمكن لكش نهائيا
تخلص هذه النعم اللي أعطاك رب العالمين في هيئتك. مازال ما نتكلموش على الأرزاق وما شابه ذلك، الهيئة ديالك، خلقتك، كيف تشرب الماء، كيف تأكل، كيف تتنفس الهواء وتعيش ببدن مكتمل الخلقة، كل شيء فيه يؤدي وظيفة دقيقة من أدق الوظائف الحياتية، وتعيش بهذا الجسد العجيب الذي يحمل الروح ويتنفس بنفس. فلو أن الحق طلب منك شكر هذه النعم، نعمة الخلقة، لكنت من العاجزين قطعا. مستحيل أن يزعم أحد من الناس أنه شكر لله ذوقة لسان، يعني أنك تدير لسانك على شي حاجة من الأطعمة وتذوقها وتدرك صنفها من المذاقات، ما تقدرش تخلص عليها رب العالمين أنه أنعم عليك أن ذقت فعرفت ما ذقت. ذوق الملوحة وذوق الحلاوة وذوق الحموضة والمرارة، كل ألوان الأذواق وتميز بين هذه وتلك. مستحيل إنسان أنه يخلص لرب العالمين شيء من دقائق الخلقة وعجائبها وغرائبها. أنك تخلص للحق سبحانه وتعالى نظرة واحدة أو لقطة واحدة في الحياة، في جمالها وفي بهائها، في التمييز بين الألوان والأشكال والمسافات والهيئات والهياكل، لو تدبرت هذا وحده لما وسعك العمر كله لتصل إلى حقائق النعمة الإلهية الكبرى في الخلق. غير نعمة الخلق وحدها، وما أدراك ما نعمة الخلق، ما يقدرش الإنسان يحصيها، فما بالك بالنعم كلها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة واحدة جزئية، خذ لك البصر أو الذوق أو اللمس أو أي شيء، فحاول أن تتدبر وأن تتأمل عمق تلك النعمة، ما توصلش للنهاية ديالها. قد يصاب الإنسان بمرض فقدان حاسة الشم، ما يفرق بين طيب الخبيث بأنفه وحاسة شمه، فيجد نقصا ويجد عجزا في إدراك كثير من أسرار الحياة، أسرار ديال الحياة في مجال الشم. يوجد الإنسان نفسه عاجز بمرض يلم به والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، ولا يدرك حاسة اللمس، نسأل الله العافية. كاين بعض الأمراض كتخلي الإنسان يفقد حاسة اللمس، ما يحس بوالو. وللمس مقاصد من النعم لا تحصى، لا تحصى، فيها أمور نفسية ووجدانية من أغرب الأشياء، شيء عجيب جدا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، رب العالمين إشارة دقيقة جدا إلى الشفتين، وهذه من التأملات النفسية، من أشياء غريبة جدا. تأملوا كيف يستطيع الإنسان بقبلة من شفتيه لنقول ولا حياء في الدين من زوجته، ويأخذ نوعين من الذوق، نوعا جنسيا في حين، وفي حين آخر نوع ديال الرحمة، فرق كبير. إذ تقبل زوجتك وهي مريضة تشفق عليها، في حين آخر وهي مقبلة عليك، كي تدير يعني تفرق بينتهم ماديا؟ مستحيل، شيء غريب جدا. في آلة اللمس بالشفتين، شيء عجيب. الذوق للمادة الواحدة في اللسان، خلي الآن نعمة الكلام واللغة، الذوق الواحد في اللسان للمادة الواحدة، خليه يكون عسل أو حليب أو ماء ماشي، في حالين تجد له حالين. واحد النعمة نفسها أنت مولفة، تذوقها في واحد اللحظة يجيك في شكل، تبدل الحالة ديالك تذوقها في لحظة أخرى تجيك في شكل آخر، وهي هي، ولسانك هو لسانك. أحوال نعمة الذوق، كنتكلم على الأحوال ماشي على الأشكال، ماشي تقول ودي هذه حمضة هذه مرة هذه حلوة، لا، جعلها حلوة وجعلها مثلا عسل أو أتاي، كيعجبك أتاي مزيان واحد اللحظة تذوقه وتلقاه ممتاز، هو هو نفس المقاييس نفس المقادير، واحد خطر ما تقدرش تسلكه، وحتى حاجة ما تغيرت إلا حالتك النفسية أنت. شيء غريب جدا في هذه النعم التي أعطاك الله جل وعلا. يستحيل 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 على الإنسان أن يزعم أنه أحصى نعمة جزئية من دقائق النعم. أما نعم الله الكبرى فهذه الخيال كإحماق، والدماغ يتفجر دون الإحاطة بها أو دون الاقتراب والتفكير في إمكان الإحاطة بها، شيء عجيب جدا. فلا يملك الإنسان إلا أن يرجع إلى وراء، إلا أن ينقلب إلى وراء ضعيفا عاجزا عن شكر الله. يعجز الإنسان عن شكر الله عاجزا، الشكر الكامل الحق مستحيل. ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، يعني الإنسان يتأمل أي شيء في خلق نفسه أو خلق الكون يجد العجز التام
عن الإحاطة بتلك النعمة إحصاءً، غير زعما تضبطها وتقول ها راسها رجليها، هذه النعمة ما تقدرش ما تكملهاش في الفهم وفي الإحصاء وفي الإدراك، ولو كانت هذه النعمة ملتصقة بك في خلقتك وهيئتك، فما بالك أن تشكرها؟ إوا الحاجة أنت ما قدرش تحسبها، أعطاك ربي بلا حساب، وما كاينش شي واحد اللي ما عطاش ربي بلا حساب، كل الناس أعطاهم الحق من النعم ما لا طاقة للإنسان على إحصائه. خذ غير البدن ديالك، فيه من النعم ما لا طاقة للإنسان بإحصائه. يتوهموا بعض الناس يقول لك يقدر يحصي يعني نعم البدن، تحصي الشكل المادي دياله، تحسب له عظامه وأعصابه وشعره، حسبه، ولكن ليست هذه النعم فقط، وإنما نعم ما يقع بهذه الآلات، ما تلمسه بأصابعك، ما تبصره بعينيك، كل الوظائف ديال الهيئة البدنية ظاهرا وباطنا، هذا مستحيل أنك تحصي. وأعطيتكم مثال في الشفتين، فما بالك بتقبيل الأبناء والأقارب، أشياء غريبة جدا لها مذاقات يستحيل على الإنسان حتى أن يعرفها، يعطي لها تعريف، هذه كدير وهذه كدير، ما تقدرش، وإنما ذلك شيء تجده في قلبك وتشعر به في وجداني، لا تستطيع أن تعرفه، مستحيل أنك تعرفه وتشرحه، تقول ذلك شيء كان شعر به ونحس به كان، فكيف يمكنك أن تزعم أنك قادر على إحصاء هذا، بلها أن تكون له من الشاكرين على التمام والكمال. رب العزة يطلب منك إذن رأس مال البدن، ها رأس المال ديال البدن أعطاه، خلينا من الربح دياله، جيب رأس المال من النعم، شكرا لله جل وعلا، لا أحد يستطيع. ثم أعطاك بعض الخلقة عمرا، أعطاك فترة زمنية من ولادتك إلى موتك، هذا رأس مال آخر، هو الزمان، هو العمر، فين دوزته؟ لأن هالآلة ديالك اللي هي البدن فين خدمتها طيلة العمر؟ هذا حساب آخر، كل وقت يحاسب عليه الإنسان، إن حقا فحق وإن باطلا فباطل. ثم بعد ذلك الهداية، لأن الله تعالى ما خلنا شيء بالعمر وبالبدن وطلقنا نسرحه، بل أنزل كتبا وأرسل رسلا، فجاء الأمر والنهي منه جل وعلا، افعل لا تفعل، ماذا صنعنا في افعل هذه ولا تفعل؟ ولذلك قال من نوقش الحساب عذب، ولذلك قال أيضا لا يدخل الجنة أحد بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، سأل الله عز وجل أن يجعل من المرحومين أجمعين، وأن يتغمدنا برحمته سبحانه مع النبيين والصديقين والصالحين. ولذلك يتعجب المؤمن العجب العجاب من قوم يحاسبون الله في الدنيا، كثير من الناس يتحاسبوا مع رب العالمين، كيف الإنسان يتحاسب مع رب العالمين؟ كيف بدأ يقلب على الحرام يقدر كيدير يدزلو؟ وهل الله حرم عليك الربا، حرم عليك الخمر، حرم عليك المحرمات، وأوجب عليك واجبات، فالواجبات بنادم كيف بدأ يقلب على الفتوى ويقلب كيدير يتنصل من واحد الواجب معين، يتفك من واحد الزكاة ما عنده ما يدير بها، بدأ يتحايل عليها، هذا هو معنى كيتحاسب مع الله تعالى، يخصو الحساب مدقق، يأخذ حقه كامل كما يزعم، هكاك يتوهموا، وخصو يعرف فين كاين الربا، فين ذاك الحد ديالو النهائي باغي يدوز حداه، هو كيقول لك انا ما باغيش نمسو، هكذا يدعي، ولكن هذاك الحلال اللي حداه خصني ندي، هو هذا اللي في الحديث صاحب الحمى الذي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه، الا وان حمى الله محارمه، انسان يعني الله تعالى حد حدودا فبين الحرام وبين الحلال وجعل بينهما حدا، كيجيب ندم حتى لهذاك الحد وفي ديك القنيطره الرقيقه داك الصراط الدقيق بين الحرام والحلال يقول انا بغيت نمشي هنا ويمشي، هكذا يسيرون عجبا عجبا، ويمشيوا النصوص قطعيه الدلاله والثبوت من كتاب الله لا تحتمل تاويلا ولا تغييرا ولا تبديلا، يبدا اول فيها لا الله تعالى ما قصدش هكذا، انت دخلت له في نفسه سبحانه وتعالى، شيء غريب جدا، أشياء مقطوعة معلومة منذ 15 قرنا من عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ما خالف فيها أحد من العالمين، ما عمرش واحد ما قال فيها غير الكلام المجمع عليه من تحريم الخمر أو تحريم الربا أو إيجاب الستر على النساء أو أشياء اللي معلومة من الدين بالضرورة كعلمك بوجودك باش عرفت راسك أنت كاين، هنا أنت كاين كتاكل وتشرب وتفيق وتنعس، هذا الحماق إلا بديت تقلب على راسك على دليل بأنك أنت كاين، فضينا ما بقاش الحياة حياة، فإذا حقائق مقطوع بها من الدين ثابتة معلومة يجيب ندم تمحك معها، هذا عنده مشكل، فين عنده مشكلته؟ جاهل بالآخرة، لو كان يعلم ويعرف
أن لله نارا وأن له جنة ويقطع بتلك المعرفة حقا لما جرؤ على مثل هذا الكلام، بلها أن يكون من التاركين للحق والفاعلين للباطل. العبد المؤمن حينما يبصر حقيقة الآخرة يقع بقلبه خوف الله جل وعلا، كما وقع بقلب الأبرار الخاشعين الذين قالوا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عارفون عراف أهل معرفة بالله وباليوم الآخر، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. كل واحد والشاف اللي بنت له شي حجرة غادي ليها، والله جل وعلا جعل طريقين لا ثالث لهما. عندك تغر بمن يزعم لك أنها هنالك طريقا لا هو طريق الجنة ولا هو طريق النار أبدا، وثبت في الحديث فوالله إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا صلى الله عليه. والعيش الحق إنما هو في الجنة، أما عيش الدنيا فمجاز ما دامت النعمة في الدنيا ليست مطلقة ولا خالدة، وكل نعمة منتهية فانية لا حلاوة لها على الحق، وإنما حلاوة المطلقة لأهل الجنة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة كما في الحديث، إلا عيش الآخرة هذا هو العيش الحقيقي. إنسان يكون كيتبصر وكيتأمل في الحياة، لو كان من الراشدين المبصرين يشوف سبحان الله أي نعمة كما بغت كل ديدة كتسالي، ما قيمة النعمة اللي كتسالي تنتهي تفنى. تخيل النعم اللي بغيت، الملذات اللي جوك على خطرك من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والزواج، ماشي النعم كلها تنتهي. بنادم كتجيه الأمنية والشوق أنه يبني دار ويدير فيلا ويدير فيها أشجار إلى آخره، يبنيها ويكملها يجلس فيها أيامات، يبدأ يتأمل واحد النار يخرجه منها على نعشين ويتركها ويغادرها، ما قيمتها إذا؟ ش من سكان هذا؟ والسكن من السكينة، فكيف تسكن في مكان أنت تغادره حتما تبنيه وتكمله ويخرجك منه إلى تراب؟ حقيقة يعني المذاق ديال النعمة بالإحساس يعني ديال طمأنينة الكاملة والله لا وجود له في الدنيا قطعا. يشتاق الإنسان إلى البنين والبنات، يدير الأولاد وهو لا يعلم أنه حينما يولد له إنما يرى نواسخه. هذوك هما اللي غينسخوك، ينسخوك يعني يحيدوك، راه جاو باش يقعدوا في موضعك باش تموت انت. فترى لو كنت من المبصرين في ابنك خلفك، إذن انت راحل، وش من نعمه هي اللي غتمتع بها وانت غتموت وتخليها؟ لا شيء في الدنيا هو على كمال التمتع، تمتع يعني الكامل ما موجود اطلاقا، لا وجود له. كذب من زعم انه يتمتع بالدنيا على التمام، فانما هو يغر نفسه من بعد ما غره ابليس. كل شيء في الحياة ينتهي بمجرد أن يبدأ، غير يبدأ كمل، غير يبدأ كمل. ولذلك قلت مرارا أجود أنواع التمتع الاشتهاء، أحسن متعة هي تشهى الحاجة، أما إذا حصلت عليها ما بقاتش، ما بقاتش متعة. أجود مذاق الطعام هو قبل ما تأكله، لذيذ قبل أن تأكله، لكن مجرد ما تبدأ يعني نفسيا وواقعيا اللذة تبدأ في النقصان، باللقمة الأولى فيك جوع أو فيك يعني رغبة في أكل شيء ما، راه لذيذ وبنين بزاف ما حدك ما كليته. لما تأكله صحيح ستشعر بمتعة كبيرة جدا، لكن هذيك هي الأولى، من وراها تجي قل منها ما تجيش كثر منها، لكن يعني الفرق دقيق ما كتحسش به، بحال مشي كسير عقرب الساعة، بحال مولي ديال الساعة راه نقص، اللقمة الثانية نقصة، الثالثة نقصة، الرابعة كتنقص كتنقص، حتى تنقطع كتولي صفر ديال المتعة، حتى تصبح العكس عود تماما سبحان الله العظيم، تولي عود تشمئز كتعيف هذاك الطعام، حتى أنك تشم ريحته تبغي ترد، وهو اللي عاد قبل قليل كنت في أشد الشوق إليه. بعض الأحيان يكون عندك يعني جوع شديد ورغبة في شهوة من الطعام، لما تحصل عليها كتبدأ ديك المتعة الأولى في اللقمة الأولى وتستزيد وتستزيد، تقول بركة. علاش كتقول بركة؟ لأنك في الحقيقة لم تعد تستسيغ الطعام متعة ولذة، بدك ينقص، وذلك واحد الشبع، إلا مشيتي بقيت كتزيد غادي تولي تعيف هذاك الطعام لواحد درجة أنه يمكن ينقلب إلى ضده. وشحال من واحد معروفة هذه في الحياة الاجتماعية والنفسية
أنه ملي كيكل شي مرة شي ماكل أكثر من القياس كيعيفها عمره كامل تيموت. وأعرف شخصيا قوما من الذكور والإناث ممن لا يقبل العسل ولا رائحته غير يشم العسل يبغي يرد، لأن أعطوه له في شي وقت حتى فات القياس في الماكلة دياله ولا عنده العسل نقمة تعطيله بحال غتعذبو إلا تأكلوا العسل. شي غريب سبحان الله العظيم، وهو من أحلى الأطعمة كما تعلمون، وبزاف ديال النعم كنعرفوها بنادم كتبقى تعجب كتقول هذا ما كياكلهاش كيتعجب سبحان الله العظيم. فلذلك المتع في الدنيا يعني التمتع الشهوات مجازية لا حقيقية، وإنما المتع الحقيقية هي متع الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فهو عليم عليه الصلاة والسلام بما يقول، هذا حديث ديال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا عرف العبد إذن أن طبيعة الدنيا إلى فناء، وأننا نمضي كما تمضي أوراق الخريف، أعمار ديالنا سبحان الله تتناثر كما تتناثر أوراق الشجرة يوما عن يوم، شيء عجيب جدا. سلم يتأمل يعني الحياة والعمر ديالو يجد العجب، كلنا كتذكر الطفولة ديالو كتجي بحال البارح كيبدا يتعجب واش فعلا وصل لهذا السن. انا بالمعقول نحكي لكم على راسي عاد بلان، قلت انا بعض الاحيان كنشوف ولادي وبناتي تبارك الله كبروا قرب يوليو ولاو قدي بالطول اكثر من اللي قبل تعجب نقول واش هادو ولادي فعلا بصح. لكن سال بعض الاحيان لان كيكبروا ولادك وما كتصيق خبر بسبب انك منغمس في الحياه الجمال. وانا عاد البارح دري انا باقي شعر براسي غير باقي دري صغير، لانه الوقت كيمر على الانسان لا يدري كيف، لا يدري كيف. عمر الانسان كلمحه البصر او هو اقرب، لا أحد لا أحد لو تأملنا جيدا عنده عمر طويل، ما كيش اللي عنده عمر طويل، لأن الحاجة المعدودة حاجة اللي كتحسب راه ماشي طويلة، حاجة فيها 1 2 3 4 وصل 100 وصل 120 مهم ما غادي يكمل 1 2 3 4 نحسب 120 احنا كملنا مع أنه ضربون من الخيال. فلذلك إذا آمن الإنسان بالله القضية قضية إيمان، وآمن باليوم الآخر يعني أن الله على حقين وهو الحق سبحانه فيما وعدنا من البعث، قضية واحدة واش كاين الحياة بعد الموت ولا ما كاينش. إذا كاينة خصنا نفكروا كيفاش نديروا نعيشوا حياتنا الحقيقية اللي هي حياة ما بعد الموت، وإذا ما كاينش كلام آخر. أما نص إيمان ما عنده لمن يصلح، وما خرج على عباد الله غير هذا نص إيمان، مسلم وماشي مسلم، مؤمن وماشي مؤمن، كإيمان المعري يحكيوا على الشاعر المعري العربي المعروف عاش في العصر العباسي. كان الوقت كان انتشرت فيها الزندقة، هذه الزندقة هي واحد المعنى دخل مع الفرس، واحد العدد ديال الفرس لما تغلبت الحضارة ديالهم ونهزموا في معركة القادسية دخلوا للإسلام، ولكن ماشي كلهم طبعا لكن بعضهم دخلوا للإسلام، ولكن ماشي بنية الإسلام، بنية ديال يخربوا الإسلام من الداخل، ودخلوا واحد العقائد مفلسة، واحد العدد ديال تقديس النار ومجموعة من الطقوس اللي كانت عندهم في الديانة ديالهم المجوسية، ولبسوها في واحد العدد ديال الطوائف والمذاهب، وصنعوا واحد العدد ديال الخروقات في الدين، ونشروا واحد العدد ديال البدع، وانتشرت هذه الزندقة. تأن منهم من يقول إن البعث لا يكون إلا بالأنفس والأرواح ولا يكون بالأجساد، غرائب عجائب مما هو منقوض بكتاب الله قطعا وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام قطعا. والله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده إعادة كاملة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعد، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا مشكلة الإنسان العربي في الجاهلية، ما ركبتلوش في مخه هو كيفاش يعني بنادم لحم ودم ويولي تراب ويعاود يطلع لحم ودم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، مشى جاب العظام قدام منخورين وطحنهم وردهم غبره بحال فرينه، وجا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ونفخ فيهم وطاروا في الهواء غبره عظام، قال له باقي هذه العظام هذو يوليو بنادم. وضرب لنا مثلا ونسى قلدته، قلدته هو نساها، ونسي خلقه خلقته هو كيدار بعد التكون نساها. ايوا طيب هذه العظام الى رب العالمين سبحانه وتعالى عما يقولون عجز يجيبهم، كيفاش جابك انت من والو؟ انت جابك من والو؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والكون كله خلقه الرب جل وعلا من عدم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ما قالوش كيف. إذا كنت تعتقد بأن هذا الكون مخلوق وخلقه شي رب وهذاك الرب اللي خلقه يعود يخلقه منطقيا، واش اللي دار واحد الحاجة صعب عليه عودها؟ بالعكس الإعادة أسهل من البدء، لكن الله سبحانه وتعالى هذا الشيء ما يتقالش في حقه، إن الإعادة والبدء عنده سيان،
غير زعما هذا العقل القصير ديال بنادم اللي كيبغي يفهم اكثر من القياس، هو هذا المنطق ديالو. قول يحييها الذي انشاها اول مره، قال وهو بكل خلق عليم. زعما ماشي البدية راه واعر عليه والثانية سهلة، لا بحال بحال، كل شيء سهل عنده سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا لا يجرب، ماشي كيدير واحد الخليقة تجربة تطلع ما تطلع وعاود يركب واحدة أخرى، سبحانه هذا نقص. والله موصوف بصفات الكمال، فإذا كنا على يقين بأن الله جل وعلا يبعث الإنسان كاملا في الآخرة، ينبت نبات ويطلع جسد كما أنت الآن بلحم ودم وعينين وشفتين، تسمع وتعي وتتكلم وتتألم وتسعد، ليس على لا هؤلاء ولا هؤلاء. قلت كعقيدة المعري تحاور مع بعض الزنادقة اللي كيقولوا بأنه البعث ما غاديش يكون، فجاوبهم قال المنجم والطبيب كلاهما، قال المنجم والطبيب كلاهما، يعني الطبيب ديال بكري ماشي ديال دابا، ديال دابا الحمد لله احنا بلاد مسلمين. قال المنجم والطبيب كلاهما لا تبعث الأجساد، قلت إليكما إن كان قولكما فلست بخاسر، أو كان قولي فالخسار عليكما. يعني هو دار ديك هبل تربح، هما قالوا لها ودي الأجساد ما غاديش تبعث، غادي تتبعث غير الأنفس. قال المنجم يعني ديك الساعة كان هو الفلكي والفيلسوف في نفس الوقت، يعني ماشي بالضرورة، يعني هذه المصطلحات القديمة هي جديدة مختلفين في المعنى. فأهل الفلسفة والطب والحكمة في ذلك الوقت كانوا من هؤلاء الزنادقة، ليسوا كلهم وإنما بعضهم، وكانوا ينكروا هذا الكلام هذا. وقد رد علي بن الغزالي أبو حامد الغزالي صاحب الإحياء، رد عليهم في كتابه المنقذ من الضلال وفي تهافت الفلاسفة، ورد عليهم في هذه النقطة، في ثلاثة نقط من بينهم هذه، قالوا إن الله لا يعلم الجزئيات، وقالوا بقدم العالم، وقالوا بإنكار بعث الأجساد، ثلاثة الأمور رد على الفلاسفة فيها. فالمعري قال لهم يودي إليكما، قال المنجم والطبيب كلاهما يعني بجوجهم قالوا لا تبعث الأجساد، قلت إليكما يعني تصنطوا أنا نجاوبكم إن كان قولكما فلست بخاسري. قالوا مودي أنا بعدا نآمن، اللهم نآمن بأنه الأجساد غادي تبعث بحالي بحال المسلمين، وإلا صدق هذا الشيء اللي قلتوا أنتما صحيح زعما راه ما كاين أجساد تكون غير الأنفس، فلست بخاسر، ياك متنا وليت أنا تراب وأنتما وليتوا تراب، ما كاين عذاب فيها زعما إلا ما كان بعث، لا أنا لا أنتما فلست بخاسر، وإلا كان كلامي صحيح فالخسار عليكما، لأن أنتما ما أمنتوش أنا بعد أمنت. هذا إيمان باطل، هذا لا يصح، هذا هو هبل تربح، الله تعالى ما معاه شيء هبل تربح. لأن خصك تكون عندك يقين، ماشي أرى ندير، إلا كانت هذه هي هذيك ما كانتش هذيك ما خسر شيء، وهي ما عندكش اليقين في الله جل وعلا. هذا نص إيمان، هذا نص إيمان هو اللي فعلا فلس الناس. ومظاهر الفساد والفجور وإعلان المعاصي راجع قلت إلى الجهل بالآخرة. أنا ما كنت صورش نهائيا أنه واحد يعني حاس باللهيب ديال النار أنه حقيقة كونية قاطعة ويمشي يزعم على الحرم، ما تفهمنيش هذا الشيء، صعيب، ما نتصورش نهائيا ان واحد كيشوف النار ها هي ومشي يدخل فيها، غير ممكن، عنده مشكل في النظر، ما شايفش النار مزيان، كالجهل الذي وقع لبني اسرائيل، ذلك بانهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، وفي الايه اخرى معدودات، قال الله جل وعلا في الرد عليهم: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، ها اللي تلفهم، غرهم من الغرور، تخدعوا، باش تخدعوا تخدعوا بالكذبه ديال الفقهاء الاحبار ديالهم، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ولذلك الانسان قد يغتر بما تمليه النفس، تبدا توهب له النفس، ايوا العمر مازال طويل وانا باقي في الشباب، ما ندفن شيء شبابي دابا في الجوامع، وندفن شبابي في بالنسبه للنساء في الحجاب، شي وحدين يسميه الحجاب كفان المراه، سبحان الله، والكفان لا بد منه في نهايه المطاف للرجال وللنساء، كفان حقيقه، سعدات اللي تكفن، مصيبه واللي بقى بلا كفن حقيقه. من مات بين ايدي المسلمين ودفنه المسلمون وصلى عليه المسلمون، نعمه كبيره هذه. ولذلك المؤمن مطالب بالتعرف إلى علم الآخرة. بالمعقول هذا علم خصنا نبداو نتعلمه، أنا حاسس بأن الناس على جهل به، مطلوب نمشيو نتعلموا علم الآخرة، يبعث في النفس طمأنينة، كيعطي واحد السكينة نفسية راحة مخيرة للنفس، ويعطي للنفس أيضا ورع، يعطيك الاستقامة على منهج الله وصراطه المستقيم، ويعطيك الاستقامة على الصلوات والعبادات، وما كتوليش عندك العقدة ديال المحاسبة على الواجبات والمحرمات، تسعى إلى الواجبات بنفس مرتاحة، وتفر من المحرمات فرارا شديدا، وتولي عندك السكينة والراحة النفسية. علاش؟
لأنه الإنسان اللي ما عندوش اعتقاد الآخرة كيعيش معقد في الحياة، يعيش معقد لأمرين على الأقل واحد فيهم غيكون فيه. فإن كان من المظلومين في الدنيا، إذا كان ما قسملوش الله في الدنيا من الرزق ساعة، أو أنه تظلم وقعت عليه مظالم وما جابلوش الله اللي يرد عليه في الدنيا، وما كيمش المزغوب بالآخرة، مصيبة يحسن عوانها شي ضيق قد هذا ما كاين شيء، يعني ما كيامنش بالاخره ومظلوم مكرفص الان، يعني كيفاش يحل مشكلته؟ ما عنده حل في الدنيا، هو كيشوف والاخره ما كيامنش بها، هذه ظلمات بعضها فوق بعض. ولذلك المؤمن حينما يهضم حقه في الدنيا وهو له عقيده الايمان بالاخره يعيش مرتاح، دخل الدار وياكل زيتونه وكاستين هاني مرتاح. الراحه والسعاده اللي عنده في نفسه ليست عند صاحب الفيلات او صاحب المصطبات. إذا كان طبعا هذا الشيء على إيمان، ناقص في الرزق ولكن كامل في الإيمان، هذه نعمة كبرى ليس بعدها نعمة، أعظم نعمة يمكن أعطيك رب العالمين أن يكملك إيمانا. إذا نقصك خلقة أو رزقا أو عمرا أو ولكن كملك إيمانا فهذه أم النعم. والكمال ديال الإيمان كين عند الأنبياء والصديقين والصالحين، ثابت في الحديث أنه بعض الأحيان، أنا شخصيا كنت غلط في هذه القضية، كي هذه العبارة الكامل كان يقولوا الكمال ما كينش في بلاد غير لله، الكمال الإلهي شيء والكمال البشري بشري يكون نسبي، لكن موصوف بالكمال على اعتبار آخر أنه أعظم أو أرقى مرتبة يمكن يوصلها الإنسان في الدين، وهي مرتبة الصديقية. وثبت فيها الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك قوله كمل من الرجال كثير وما كمل من النساء إلا أربعة. وذكر عليه الصلاة والسلام مريم بنت عمران، وآسية زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أما في الرجال قال كثير، ومن الكمل من هذه الأمة أبو بكر الصديق، هذه كتسمى مرتبة الصديقية، يعني أعلى مرتبة في الإيمان يمكن يحققها الإنسان من غير الأنبياء، لأن إيمان الأنبياء مشاهدة، إيمان ديال النبي كيكون بالمشاهدة، لأنه كيسمع بودن الوحي ويرى بعينه حقائق الإيمان. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أرى رب العالمين أسرى به وعرج به إلى السماء السابعة، ورأى من حقائق الغيب في الجنة والنار ما لم يره أحد من العالمين، بالأحاديث الصحيحة الثابتة في البخاري وفي مسلم وفي غيره. هذا كلام أخر، هذا إيمان لا يجارى، هذا كيعطي ربي اللي بغاه من الأنبياء. أما من دونهم فيمكن أن يصلوا إلى كمال الإيمان عن طريق الصديقية. ولذلك سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر سماه الصديق، هذه سمية ديال الصديق ماشي باه اللي سماه له، ما عندوش هذه السمية دي. الصديق صيغة فعيل المبالغة، لأنه بلغ من تصديق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ما لم يبلغه أحد من العالمين. صديق دياله النبوة كان كامل، ما في شيء نبشع ديال التردد أو الشك أو الارتياب أو الظن والتخمين. وبهذا الوصف، بهذا الوصف هذا ديال الصديقية، وصف الله جل وعلا مريم أم عيسى عليه السلام، قال وأمه صديقة. ولذلك نبه لواحد الكلمة راه كتروج نظرا لشي فيلم شافوه الناس معوج في القصص ديالو التاريخي وفي الإخراج وفي الحقائق ديالو، مريم القديسة. القديسة ماشي ديالنا حنا، هذه ديال النصارى، عندناش هذه الكلمة ديال القديسة ولا القديس، هذه ديال الكنيسة، حنا عندنا الصديق والصديقة، وهذا نص القرآن، ما قالش وأمه قديسة وإنما قال وأمه صديقة، وذلك أبلغ ما يمكن أن يصله العبد ويرجوه. فأن يضع العبد إيمان أبي بكر سقفا لإيمانه فقد فعلا أخذ الطريق إلى معرفة الآخر، يعني كديرها الرقم القياسي وكتبدأ تجري في ذاك الاتجاه، شيء جميل. فحيثما أدركك العمر فأنت على خير، لأنك كنت غادي، الله كيكمل بك الطريق إلى ما وصلت شيء في الدنيا. فهذه المعرفة يجب أن تدرك من تصديق حقائق الإيمان، ماشي عبث أن رب العالمين خلى لنا صور وآيات من القرآن فصل فيها حقائق اليوم الآخر تفصيلا، ذاك الشيء اللي في القرآن من حقائق الآخرة والبعث والجنة والنار وصفات هؤلاء وصفات أولئك، باش يوقع لك يقين وتعيش بهذه الحقائق الليل والنهار.
وكلما قرأت القرآن ازددت يقينا في هذه الحقائق وتمت لك هذه الطمأنينة التي تحدثنا عنها، كتعرف بأن كاين الآخرة كاين، والمعرفة ديالك بها معرفة قريبة. حل واحد الإنسان دز تما لك تجريب، وتجريبك تجريب وجداني ذوقي، لك رؤية، بل لك رؤية قلبية، شفت الجنة وشفت النار بعيون القلب وعيون النفس والروح، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وأولئك الجهلة باليوم الآخر عمي صم بكم عمي، سدود سدود ما عندك ما تدير له، سدود من ودنهم، سدود من عيدهم، سدود من بصيرته، سدود. والله نبه العباد ليبصروا حقائق الإيمان إبصارا. رب العالمين يعني نزل لنا الآيات بصيغ عجيبة جدا تداوي القلب وتنعش الروح وتبعث الحياة في النفس، وسمى الآيات بصائر كما حققت ذلك مرارا في هذا المجلس المبارك. ماشي عبث كنت أنا أكد على هذا المعنى، رأى القرآن كيتشاف كما كيتقرأ وتسمع، كيتشاف حقائقه ترى بعين القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك قلت قال الحق سبحانه قد جاءكم بصائر من ربكم، بصائر مقصود بها الآيات كتبصر بها بحال النظارة، الحمد لله رب العالمين، آية تبصر بها تلبسها وتولي تشوف، تنظر في حقائق الكون وتبصر نعم الله التي تستوجب الحمد. عسى أن تكون أنت من الحامدين وتتخلق بصفة الحمد لله رب العالمين. بصيرة إذا ما خديتش الآية هكا عمرك ما تستفد منها. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر، أي أبصر بالآية فلنفسه، ومن عمي مسدود مغلوق مزكرم فعليها، لأن الله أبصرك بالحق فما أردت أن تبصر. ولذلك قال بعد وما أنا عليكم بحفيظ بلى من كسب سيئة، آية عظيمة رهيبة والله فعلا، يعني الإنسان اللي يتأملها يصاب بالعجب كيف يكسب الإنسان السيئة، ويصاب بالخوف أن يكون ممن يكسب السيئة. الحق يقرر قاعدة وهي أن السيئات إنما يكسبها العبد بنفسه وبإرادته وبقراره. الشهوة تعمي الإنسان، كتعميه وتغره، تخليك تقول أودي العمر بقي طويل ومازال نتوب وعندي فرصة وكذا. هذا هو الخطاب الشهواني الشيطاني الذي يعمي بصيرة القلب، فتسعى إلى أحتفك بنفسك وتكسب سيئتك التي تحيط بك. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، نعوذ بالله منه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. شحال هذا المعنى التعود في القرآن، يكاد يكون القرآن كله هكذا، لأن أخطر شيء في الحياة هو هذا المشكل كله، والقصة ديال الكون وديال الخلق مبنية على أننا غد نموت ونعود نحياه، هذا هو المشكل. وفي هذا افترقت الأمم كلها، هنا تفرق الناس، لأن التصور ديال الأمم والأديان للحياة الآخرة هو مناط ومرجع الافتراق والتمييز بين الناس مع غيره من الأمور الأخرى، ولكن هذا يعني فاصل كبير. النصارى يقولوا كلام، واليهود يقولوا كلام، والمجوس يقولوا كلام في تناسخ الأرواح ديالهم، وقالوا لي يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من سلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. القضية قضية إيمان حق بالآخرة عن أن البعث كائن، وما تخليش الغرور يسيطر عليك. لو أن النصرانية أو اليهودي فكر بحق وبصدق غير ما يكذبش على نفسه في حقائق الآخرة والبعث بعد الموت لوجد قلقا في نفسه، غيتصب واحد النوع ديال الرعب والقلق. علاش؟ لأن الدين ديالو بالشكل المحرف اللي راه كاين دابا ما كيعطيهش الأجوبة الحقيقية، فيه الكذوب بزاف، أجوبة لا تقنع أبسط الناس في الدين ديالنا، حنا الدراري الصغار وما تقنعهمش هذيك الأجوبة اللي تعطيها الأناجيل وتعطيها التوراة المعاصرة، العهد القديم والعهد الجديد، أجوبة تافهة. كيفاش أنا نزبلها ونديرها حمرة جمرة غير يكفي أنني نأمن بالمسيح راه هو من اللي تصلب كفر عليا؟ إيش هذا الكلام الخاوي؟ لا تزر وازرة وزر أخرى، انت ديرها كما بغيت والمسيح يهزها،
يعني كلام لا يقبله العقل ولا ترتاح إليه النفس ولا إيوا إذا اللي بغى يطغى في الدنيا واللي بغى يفجر يدير كل شيء. لا يقوم إذن الكون على أساس من العدل، هذا منافي الحقائق الكون الطبيعة والعدل، منافي المنطق ديال الحياة المادي، ماشي كاع اللي فيه الإيمان. الناس اللي يحسبوه في الرياضيات ما يقبلوش هذا الشيء من غير المؤمنين، كفار ملاحدة. الإسلام بنص القرآن يعطي الحقائق عدلا، ميزان. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته، هذا بوحده ما يمكنش يتخلطوا مع الاخرين، فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. والذين امنوا، ماشي تامن بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وتقول هو غادي يهز عليا، لا، وعاملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. سبحان الله العظيم، ان القران واضح مريح. ومن هنا الرب الحكيم العليم انزل في كتابه علم الآخرة كاملا، علم الآخرة كامل. وأسميه علما لأن الله سماه علم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه علما كسائر العلوم، عنده البداية دياله وعنده النهاية دياله وعنده المقدمة وعنده مراتب، وكل واحد فين واصل فيه، كأي صناعة من الصناعات الدنيوية والحرف والمهن، وكأي علم العلوم الدنيوية والعلوم الشرعية وعلوم الدنيا كلهم بحال. لما نقول علم يعني مركب على قواعد ومناهج وأدوات، وعنده مقدمات وعنده وسائط وعنده نهايات، ومراتب الناس فيه تختلف. أي صناعة، أي مهنة، أي علم، الناس فيه مختلفين، كاين اللي عاد كيقرأ، كاين اللي طبيب كامل، كاين اللي طبيب متوسط، كاين اللي باقي كيقرأ في كلية الطب. علم صنعة لها مقدمات ولها ممهدات ولها وسائط ولها نهايات. فكذلك الآخرة علم. والإنسان عليه إذن أن يدخل مدرسة الآخرة، مدرسة مقررها كتاب الله جل وعلا، كتاب الله القرآن العظيم، والسنة النبوية مبينة في هذا لمغلقاته أو لمجملاته. الكتاب اللي هو كلام الحق سبحانه، كلام رب الكون، كلام رب الآخرة، مولاها اللي خلقها ومهدها وهيئها، هو تكلم معنا سبحانه وتعالى ماشي غيره. ولذلك نقول في صلاتنا كل يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، ملكا وملكا وملكا، عنده الملكية ديالها الآخرة، وهو ملكها القاهر فيها المسيطر الحاكم فيها سبحانه وتعالى، ولا تنسب لأحد سواه. هذا الرب العظيم حدثنا عنها تفصيلا، وجاءنا بعلمها كاملا، وندبنا إلى الانخراط في سلك مدرستها. لكن الناس مع الأسف ما بغينش يدخلوا هذه المدرسة، شاردون هاربين من المدرسة ديالها. فهؤلاء لن يكونوا أبدا إلا عميا صما بكما عميا، لأن النظر الحقيقي للكون وللحياة لا يكسبه العبد إلا بعد أن يتمكن من هذا العلم ويكون فيه من الراسخين، أنئذ يدرك حقيقة الذنب. الذنب ديك الساعة ما يوليش عنده سهل، لا يستصغر الذنب، ما يجيش الذنب يقول وادي صغيرة، ما عندهش صغيرة، الذنب ذنب. فالعبد إذن حينما يعرف هذه الأشياء يبادر إلى الورع. الورع درجة فوق التقوى، لأن التقوى كتشوف الشر وتخاف منه وتبعد منه، حسن، ولكن الورع كيجيك الخبر ديال الشر راه من هاد الجهة، مازال كاع ما شفته، غير جاك الخبر ديالو من هاد الجهة كتقبط انت طريق اخرى كاع، يا ديك الجهة ما تدوز فيها. ولذلك قال وخير دينكم الورع، حاجة فيها الشك كتركها، هذه معناتها حاجة فيها الشك كتبعد منها، ما تبداش تبدا تزاحم تخرج منها انت الحليب، والضرع خاوي ما فيه حليب، اتخرج الدم. فلذلك من الورع ترك بقية من الحلال بينك وبين الحرام، خلي بينك وبين الحرام واحد سترة ديال الحلال، راه عرفناها حلال، ولكن كتغلظ الصور غلظوا عرضوا بينك وبين الحرام، تمشي مرتاح. ولذلك صاحب العلم بالآخرة قلت لا يعيش إلا مطمئنا، كيعطيك الطمأنينة، كتعرف بأن المحكمة ديال رب العالمين العادلة كاينة في الآخرة الكاملة، في الآخرة، وأنه حتى واحد ما غادي يفلت بشي ذنب أبدا، يخلصوا إلا أن يعفو الله جل وعلا فيؤديه عنه. مهم أنت حقك يوصلك،
ولذلك تعيش مطمئنا وتعلم أن الذي أخذ منك حقك في الدنيا لن يتمتع به أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. فالعبد إذن إذا داوم على ورد القرآن العظيم وداوم على ذكر الله جل وعلا بشتى ألوان الذكر الثابت الصحيح يكون آنئذ قد دخل في مدرسة الآخرة، لأن هذا المقرر ديالها كتاب الله وذكره جل وعلا على كل حال. فالقرآن العظيم أنزله الحق سبحانه وتعالى لهذا، باش يعلم الإنسان علم الآخرة ولا يرتبط بالدنيا ارتباط غرور، بل يتعلق بالله وباليوم الآخر ويبني عمران الدنيا من أجل الآخرة. هذه القصة ديال القرآن الكريم من البداية حتى النهاية، فماذا فيه مما ليس بهذا؟ كل شيء فيه مرجعه إلى هذا. حقيقة الأخروية النبأ، الله سبحانه وتعالى سماه نبأ، نبأ عظيم، خبر. النبأ هو الخبر، خبر ديالش، خبر ديال الآخرة. أول كلمة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للقبائل العرب، أول كلمة من بعد ما جمعهم في خطبته الأولى، أول خطبة دار على صخرة الصفا، حجرة ديال الصفا اللي كان في حدا الكعبة، طلعت ما وغوت في الناس، يا بني فهر، يا بني هاشم، يا بني جمع القبائل ديال العرب ديال قريش كامل تجمعوا كل شيء كيشوف. فدار لهم تمهيد، ومن بعد تمهيد أعطاهم خبر واحد ما زادش عليه اثنين. تمهيد قال لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم من وراء بطن هذا الوادي أكنتم مصدقي؟ قالوا ما عهدنا عليك من كذب. لو أنني قلت لكم بدنا راه واحد الخيل جاي غادي يجمع لكم من هنا من نور هذا الواد أتصدقوني؟ قالوا دي عمر ما جربنا عليك الكذب. قال لهم فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وما زادش كلمة واحدة، خبر نبأ الآخرة، لأنه هو اللي متعلق به المصير ديالنا. وهذا النبأ مفصل في القرآن ذكرا، كيخلي الإنسان الذي يقرأ القرآن ويتدبر ويتأمل ويجعل من القرآن ويرد يومي يداوم عليه، سيملأ قلبه إبصارا بحقيقة الآخرة ويجعله طالب علم مجد في مدرسة الآخرة. وكذلك ذكر الله على كل حال بشتى ألوان الذكر الصحيحة الصالحة تخلي الإنسان كيتعمر بعلم الآخرة. وما أجمل الحياة للآخرة لو كان الناس يعلمون. تحب واحد مسكين غالط في الدين كيتحملوا بنادم الدين راه معدب ومعقد ومخشب، لا يكون مثل هذا إلا مخطئا في الدين. لما تلقى واحد مدين فعلا ومعقد ومزكرم أبدا حرام، هذاك واش كيعرف الدين؟ ما الدين إلا جمال وكمال وذوق الحياة. لمن يعرف ذوق الحياة حق الحياة، أكبر الذواقين للحياة وجمالها هم المتدينون، وعلى رأسهم الأنبياء أولا. سيدنا محمد تبعث بيئة مخشبة محجرة سميتها الجاهلية، ويقف على أمام جبل أحد، قدام جبل أحد، ويقول للصحابة هذا جبل يحبنا ونحبه. ولي سيدنا محمد يعلم الناس كيفاش يحبوا الحجر، كاين شي جمال بحال هذا، ويهز نبتة بقلة بحال النعناع ولا بحال البقول ولا بحال أي نبات، بقلة يهزها ويقبلها يبوسها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم كيفاش يحبوا النبات والشجر، يحبوا الحياة لأنها أنفاس تتنفس بأشكال مختلفة من خلق الله وإبداعه العظيم. الجمال الحق في الدين. ويخطئ الدين، كيغلطوا في الدين جوج الناس، متدين بمنهج مقلوب وواحد في خطرة مفضي من الدين. هاد جوج نوع أنا بالنسبة لي يعني بحال في فهم الدين من حيث هو جمال، ما كيدركوش الجمال ديال الدين. أما داكشي اللي عند الله هذا حاجة أخرى، ليس سوياني قطعا، ولكن كنتكلم عن الجانب الجمالي ديال الدين، هادو بجوج غلطين فيه. وفي الحديث الصحيح إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. سيماء الإسلام جمال وكمال، ولذلك يجعلك القرآن صاحب ذوق، ذوق للحياة وذوق للآخرة، ويجعلك الذكر، ذكر الله جل وعلا، صاحب مشاهدات، عندك بصيرة تشاهد الحق جليا وتشاهد الباطل واضحا وتتأسف بعد ذلك لعمى العميان، كما قال الله جل وعلا في القرآن يا حسرة على العباد. الله لا حسرة في على المساكين اللي تلفين ودايخين ويجهلون حقائق الدين إلى درجة محاربتها. مأسوف علي، والله لا مأسوف علي، مأسوف علي، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول
إلا كانوا به يستهزئون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.